على ساحل البحر الأسود تقع ولاية أردن، لؤلؤة الشمال التركي ومركز عاصمة صناعة القوارب الخشبية. فامتداد سواحلها جعل من مهنة صيد الأسماك باب رزق للعديد من سكانها. بأدواته التقليدية يعمل آدم على صناعة القوارب الخشبية، حرفة أمضى فيها 35 عاماً ليتقن جميع فنونها. تمكن خلالها من صناعة العديد من القوارب الخشبية بأشكال وأحجام متفاوتة تتراوح بين 4 أمتار و12 متراً. قوارب تقليدية رغم تطور صناعتها، يتمسك العديد من الصيادين بها وبصناعتها اليدوية التي تستغرق قرابة 4 أشهر لإنتاج قارب واحد. لا يمكن أن تنتهي هذه المهنة من الوجود. حتى لو فرضنا انتهاء الأسماك من البحور، فهذه القوارب تستخدم بشكل كبير في الجولات السياحية بأنحاء كثيرة في تركيا، لذلك يستحيل أن تموت هذه الصناعة. حرفة ورثها آدم عن أبيه ليبني عليها ويشكل أسلوبه ومعاييره، خاصة في اختيار نوعية الخشب والمواد المستخدمة في صناعة القوارب ومراحل بنائها. حرفة يصر على تعليمها لأحد أبنائه ليواصل مشواره فيها. تمسك العديد من صناع القوارب الخشبية التقليدية بحرفتهم وتفاصيلها لم يمنع البعض من تطويرها لتتماشى مع متطلبات العصر وأذواق روادها. وعلى بعد كيلومترات معدودة من ورش تصنيع القوارب الخشبية، استطاع عمران كايا أن يطور ورشته البسيطة لتصبح قادرة على تصنيع قوارب صيد وسفن تصل إلى أعماق البحار. يشارك في صناعتها عشرات الحرفيين، كل منهم متخصص في جزئية، فالعمل هنا تختلف آلياته وطبيعته عن الورش التقليدية. منذ عام 2004 تحولت ورشتنا إلى هذه الترسانة. نحن نصنع سفن الصيد الحديدية التي تتفاوت أحجامها من 12 متراً حتى 50 متراً، وننتج للسوق المحلي في تركيا ولدول عديدة في العالم نصدر إليها، منها موريتانيا وعمان ومصر. صناعة القوارب بولاية أردو أسهمت في انتعاش مهنة صيد الأسماك لتصبح ضمن قائمة الولايات الأكثر إنتاجاً لها في تركيا، علاوة على توفيرها العديد من المهن والصناعات المساندة لها. ممسكاً بشباكه يشرع علوي الماس في رحلة صيده بحثاً عن رزقه، ينطلق بقاربه الخشبي الذي يمتلكه منذ أكثر من 10 سنوات، رحلة اعتاد مشاقها ومخاطرها وما تحمله من مفاجآت في طياتها. قاربي رفيق دربي، نكمل بعضنا البعض، أمضي معه الوقت أكثر من عائلتي، أحياناً أتكلم معه وأشعر أنه يحدثني، حتى أنني أنام فيه أكثر من بيتي، فهو مصدر رزقي. ساعات طويلة يمضيها يلماز في عرض البحر في انتظار ما سيحمله البحر من رزق له في تلك الرحلة. مهمة ليست باليسيرة، أبطالها صياد وصانع وقارب، عناصر متكاملة لا تقبل الخلل، هدفها كسب العيش. ومع انتهاء يوم طويل تعود القوارب الخشبية للشواطئ لتسطر قصة يوم مضى بانتظار إشراقة شمس يوم جديد لتبدأ الرحلة مجددا. محمد مجدي، تي آر تي عربي، أردو. معاناة وتهميش